ينضم إلينا من صنعاء محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثي. أهلا بك سيد محمد البخيتي. بداية، ما هو تعليقك على قرار وضع جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب، القرار الأمريكي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا الله جميع المشاهدين. هذا القرار وفي هذا التوقيت هو الدليل إفلاس أمريكي، إفلاس أخلاقي وإفلاس عسكري، لأن أمريكا وبريطانيا اليوم في حالة حرب معلنة مع اليمن، وبالتالي ما قيمة مثل هذا القرار، ونحن قد أصبحنا في مواجهة مفتوحة، وأمريكا أيضا قد قامت بكل ما في وسعها من أجل وقف استهداف القوات المسلحة اليمنية للملاحة البحرية المرتبطة بالكيان، ولكنها فشلت، وبالتالي هذا الإعلان لن يضيف أي شيء. أيضا مثل هذا القرار هو ليس من صالح أمريكا، وخصوصا في مثل هذا التوقيت، لأن اليوم العالم سيتساءل ويقول: من هو الإرهابي الذي يسعى لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، ويسعى لإدخال الغذاء والدواء والوجود ل2 مليون إنسان محاصر يعانون من الجوع، أم الإرهابي الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية أو يدعم مرتكبيها ويحميهم؟ يعني اتخاذ مثل هذا القرار في مثل هذا التوقيت هو ليس في صالح أمريكا، خصوصا وأن اليمن قد انتصر في المعركة، لأن هذه الحرب الدائرة بين اليمن كطرف وأمريكا وبريطانيا كطرف ثاني هي حرب فريدة من نوعها، وساحتها الأخلاقية أهم وأوسع وأشمل من ساحتها العسكرية، واليمن بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتصر في ساحتها الأخلاقية في الجولة الأولى وفي أول اشتباك وبالضربة القاضية. وأيضا من الناحية العسكرية لا زال اليمن متقدم ومنتصر، حيث أن الدول العدوان الثنائي أمريكا وبريطانيا لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافها من ذلك التحالف، وهذا يعكس حالة التخبط لدى إدارة بايدن، ليس فيما يتعلق بإعادة أنصار الله إلى قائمة الإرهاب، وإنما أيضا فيما يتعلق بإعلان تحالف ما يسمى بحراس الرخاء، حيث لأول مرة في التاريخ يعلن عن تحالف نصف دولة سرية غير معلنة، وأيضا تبرأت الكثير من الدول في المشاركة في هذا التحالف. لذلك أنا أعتبر أن هذا الدليل إفلاس، ولن يفيد أمريكا بل سيضرها أكثر.